بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركات الله دائما وابدا نستعين. أسعد الله صباحكم وجميع الأوقات بالخير والبركة والمحبة. من هنا من لقاء الأحبة هنا على أرض ميدان الجنادرية درة الميادين، وفي هذا المهرجان، هذا الكرنفال الضخم الكبير، مهرجان خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن بالنسخة الأولى، هنا انطلاقة رابع الأيام لهذا المهرجان وثاني أيامنا لسن اللقايا وتحديات ولقاءات سن اللقايا مسافة 5 كيلومترات، حاضرة متواجدة من بين الأقطاب من بين النجوم. نبدأ بعد المراكز لنتابع القمة والمقدمة ومن يتقدمها، القمة والمقدمة ومن يترأسها مع أول التحديات. يتقدم شعار وانطلاقة في هذه اللحظات مغادر محمد بن مسهر بن علي المري، يقدم لنا مغادر مع المركز الأول المركز الثاني ومن تسلل. انطلق الشعار غازية علي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، بدأ بالظهور من الجانب الأيمن، أرى التسلل من الشهم القادم محسن بن مخوت بن غانم بن راشد المنهالي، غير إلى المقدم المركز الثاني. أتابع القدوم أتابع شعار عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني، يقدم لنا نواف مع انطلاقاته ومع تحدياته مع المركز الثاني. بدأ يغير إلى مقدمة الشوط المركز الرابع. أتابع القادم مغادر شعار حمد بن مسفر المري، يقدم لنا شعار مع المركز الرابع. المركز الخامس مهيض عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، يقدم لنا مهيض فيصل بن طالب، يتابع مع المركز الخامس. سادسا وغير الآن شعار لازم، شعار السريع بن صافية حمد بن محمد بن حمد صافية المري، غير من انطلاقة السادس إلى انطلاقة إلى المركز الرابع. سابعا وتابع ومن تسلل إلى المركز الخامس هداد سالم بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور، يقدم شعاره مع المركز السابع، يغير إلى الخامس إلى الرابع. المركز الثامن وتابع محمد بن بريك بن محمد بن بريك المري، يقدم لنا واهسه وصل الآن مع انطلاقاته مع المركز التاسع في هذه اللحظات. المركز العاشر وتابع القدوم من سالم بن راشد بن سالم بن راشد بالأحباله الكتبية، يقدم لنا عزام عزام يا عزام، يتقدم بعزم الكبار بعزم النجوم بعزم الأبطال. نعود إلى المقدمة إلى من يتقدم إلى نواف عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطانية، يتقدم برفعان مقدما لنا شعاره مع أول التحديات مع القمة مع المقدمة بهذا الأداء الجميل بهذا الأداء الراقي مع أول التحديات. نواف بالإنجازات نواف بالسجلات مع مقدمة الشوط مع الصراع الأول مع أول التحديات، يتقدم بالرفعان بحثا عن الأداء الفنان هنا في درة الميادين هنا على أرض ميدان الجنادرية
التاريخية، الميدان التاريخي، الميدان الذي خرج الأساطير من المضمرين ومن الأسماء المميزة في عالم سباقات الهجن. عايض بن رفعان مع مقدمة الشوط مع نواف يتقدم مع أول التحديات، ثانيا المكسور قادم، سالم بن ناصر بن سالم رفيد المكسور مع هداد مع المركز الثاني، المركز الثالث علي بن غانم بن علي بن حمود الظاهري مع غازي مع المستوى الثالث، رابعا وصل الآن محسن بن مبخوت بن غانم بن راشد المنهالي مع الشهم، المركز الرابع وصل محمد بن حمد بن جر الله بن هديبان المري مع ناصي، خامسا بن بريق قادم. ولا لكن متابعينا الاعزاء الكيلومتر الاخير جولة الاوامر يا بن رفعان، نواف 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 مع المقدمة، الله على الاداء الاول، الله على التميز الاول، يتقدم حايض، الانتصار هذا ما له عوض يا بن رفعان، من يقدم لنا الاداء الاول مع نواف 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 نواف، السلالة العريقة السلالة الكبيرة يذكر الله، حلق نواف في سماء درة الميادين، حلق نواف على أرض ميدان الجنادرية، وسلالة نواف مع المركز الأول، المكسور قادم يقدم لنا الأداء الكبير مع هداد، هداد قادم 500 متر أخيرة وخط ومثيرة ما بين نواف ما بين هداد، والقادم جابر محمد بن جابر العاض المري مع الفارس، ولكن انطلق انطلق هداد، انطلق المكسور، انطلق بالسرور، انطلق بالنوماس عند منصة الملوك، يأتي هذا البطل ليقدم لنا الأداء المميز مع أول التحديات، سالم بن ناصر بن سالم رفيد المكسور مع حداد، سلمت يمينك الحنابي الى الشحنية الى ميدان الشحنية، تهانينا والنوماسي سالم رفيد بن ناصر المكسور المركز الثاني، وصل شعار جابر بن محمد بن جابر العاض المرمي المركز الثالث، شعار كان الدخول سريع ما بين بن رفعان والشعار وانطلاقة راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد، إذا تهانينا وألف مبروك على هذا الحضور المميز مع شعار المكسور وأدائه الأول وحضوره المميز. متابعينا الأعزاء، ولحظات الفوز ولحظات الانتصار، المكسور يذهب بانطلاقته ليكون هو المسرور في هذا الشوط مع هذا البطل سالم، وسلمة يمينك سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور مع هداد، هداد من أتى بالأداء الأول. إذا لحظات الإعادة مع المخرج العزيز والتوقيت الزمني الذي رافق لنا هذا البطل هداد، لنتعرف أيضا على الخمس المراكز الذي كان الدخول سريع منها. متابعينا الأعزاء، لحظات الوصول 7:38، 89 جزء من الثانية، تهانينا والنماس لك يا أبو ناصر على هذا الأداء المميز، وسلاماتنا إلى الأشقاء في دولة قطر الشقيقة. المركز الثاني جابر بن محمد بن جابر العاض المري مع الفارس، 7:41، 58 جزء من الثانية. المركز الثالث عايض بن رفعان بن عايض القحطاني، 7:42، وفي هذه اللحظات 57 جزء من الثانية مع نواف. رابع الأسماء حضر الشعار العمال راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، خامسا بندر مع شعار سعيد بن دحبة بن كنازل بن حمرور العابري، تهانينا مبروك لك على هذا الفوز يا سالم يا بن ناصر يا بن سالم يا المكسور من أتى بالأداء الأول، وسلاماتنا إلى ميدان الشحنية، من درة الميادين إلى ميدان الشحنية إلى دولة قطر. هكذا شوطنا السادس ونتائجه للأسماء المتواجدة وملخصة في هذه اللحظات، تهانينا والنماس على هذا الحضور
المميز. إذن أشواطنا مستمرة مع سن اللقايا في رابع الأيام، وشوطنا القادم السابع للبكار اللقايا، والزميل الذي يتواصل وإياكم محمد بن هادي بن فارة المري، واصفا معلقا على الشوط القادم. Yeah.